رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة سباق دكار العالمي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، مشيرا سموه إلى أن هذه الاستضافة تفتح آفاقا واسعة في الجانب الرياضي وخصوصا في السيارات. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاستضافة تؤكد الاهتمام الكبير الذي تليه القيادة السعودية متمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قائد الأمة الإسلامية حفظه الله ورعاه، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبينا سموه أن الرعاية التي تحظى بها الرياضة السعودية تعطي الدافع الكبير لكافة الرياضيين ببذل الجهود لمواصلة المسيرة الناجحة والاستضافات المتميزة التي دائما ما تبرزها الكوادر السعودية. وأوضح سموه أن استضافة المملكة العربية السعودية لسباق دكار العالمي يؤكد المكانة المتميزة التي تمتلكها المملكة الشقيقة، وسيكون السباق بوابة نحو الانطلاقة الرائدة باحتضان أكبر السباقات العالمية. وقال سموه إن مملكة البحرين حققت نجاحا كبيرا في استضافة أكبر السباقات العالمية في السيارات وهو سباق الفورمولا 1 على مدار سنوات طويلة، واليوم ستكون المملكة العربية السعودية أمام تاريخ جديد باستضافة سباق دكار العالمي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، حيث نشعر بالفخر والاعتزاز في ظل العلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وحرصه على جعل المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم، مشيدا سموه في ذات الوقت بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح، مبديا سموه ثقته الكبيرة بالقدرات السعودية وإخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية.